السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، أنا منتقبة وخطيبي عايز يشوفني كل فترة، فهل ده جائز؟ يعني عايز يجي كل يوم يبرش معاكي بالساعتين ثلاثة ولا ايه نظامه يعني؟ لا، هو عايز كل فترة، بيقول لي كل شهرين عايز أشوفك مرة. فوت يا ماشي ماشي، يعني يجوز يشوفني كل شهرين؟ ما فيش مشكلة يعني، انتوا هتقعدوا مخطوبين كام سنة يعني؟ ما تصلي على النبي كده وتتزوجوا أنا بسرعة. عايز أشوف وشي يا شيخ. افرض انت تخنت يعني، وقال العروسة تخنت يعني، احب اشوفها رفيعة نحيفة حلوة، ايه المشكلة يعني؟ يعني أنا بتكلم على وجهي، أنا منتقبة، هو يجوز يشوف وجهي كل شهرين؟ يجوز خطيبك. ماشي ماشي، كل شهرين ماشي، مشيها. ماشي يا شيخ. بس ما تاكليش كتير يعني، ان في الناس الايام دي مش عارف هيحبوا السمينة ولا المهم يعني. يا مصطفى عزت معنى يبرش يعني يطيل المجلس يا مصطفى، افهم. ألف مبروك عليك، ربنا يبارك لك ويتمم عليك بكل خير. الله يبارك. بس أنا أقول لك اقتصدي في التكاليف يعني، بدل ما تشتري سفرة يجلس سنة يدخر فلوس لشراء سفرة، على سفرة بلاستيك ب5 جنيه وخلصه واشتري براحتك. بدل ما يشتري مثلا، اقول لك ايه، مثلا بدل ما يشتري، اللهم صل على رسول الله، انتريه، اشتري مجلس بقى عربي تمشي الامور، لما يوسع الله عليك اشتري زي ما انت عايز، بدل ما تاخري سلف. والنيش ما دعوتك في النيش، نيش 30 40 الف جنيه كلها ماليش لازمه، النيش خلصي بسرعه وتزوجي وبعد كده الله يسهل. طب يا شيخ، لما يشوفني كل شهرين، احنا حلينا المشكله اهو، انتوا ليه معقدين الدنيا؟ ما ياخدك في حضنه وخلاص يتزوج، الله يتمم عليكم بخير. ايه المشكله؟ مين اللي معقد، انت ولا ابوكي ولا هو؟ لا، هو كمان انا منتقبه، فشايفه الموضوع يعني لا يجوز، فهو بيقول لي. بسأل يعني، مين اللي معطل الزواج، انت او ابوكي؟ لا لسه مش جاهزين يا شيخ. ايه اللي مش جاهز؟ ايه اللي ناقص عليكم؟ نحل المشكله معاكم ان شاء الله. لسه الشقه ما جهزتش، ولسه برضو انا لسه ما جهزتش برضو حاجات الزواج يعني. اقتصد والله يحفظكم. حاضر. يعني يا شيخ، جائز ان هو يشوفني كل شهرين يشوف وجهي؟ طب يعني يشوفني مثلا ايه 10 دقائق واقوم كده؟ يعني انا هاكل مسك لكم الساعه، يلا يا بنت خلصي روحوا روح. ما هو كل الامور بالاصول. هو جاي منين؟ من بلدك ولا من بلد ثانيه؟ من بلدي. من قريتك؟ جيران يعني؟ اه. ماشي، الله فوتي شوي، الله يحفظك، اللهم سهل. تمام يا شيخ، شكرا لحضرتك. احمد عصفور. لا يا احمد، الله يكرمك.